بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. متابعينا الكرام، ينطلق في هذه اللحظات الشوط الرابع عشر من منافسات سن الغاية 5 كيلومترات التي ننطلق من خلالها تحديد مع البداية والقيادة في المركز الأول، القيادة الأولى في البداية هملول محسن بن علي بن حمد الوهيبي، يقدم بن محمد محسن بن علي بن محمد الوهيبي يقدم لنا هملول. انتقل مباشرة الى ثاني الاسماء، ثاني الشعارات، قادم المارد ماجد بن علي بن سلطان الدرعي قادم في ثاني الاسماء. انتقل الى ثالث الاسماء، ثالث الشعارات، الشامي خليفة بن مكتوم بن محمد الجابري يقدم لنا الشامي في ثالث الأسماء. الدور دور المركز الرابع، ميسور قادم حمد بن عبد الله بن محمد الجحافي يقدم لنا ميسور في رابع الأسماء، رابع الشعارات. انتقل مباشرة إلى المركز الخامس، خامس الأسماء، قادم مناور مصبح بن جميل بن حمد أرشيدي قادم في خامس الأسماء. نداءنا الأول للخمس النجوم، للخمس الشعارات المتقدمة في هذا الشوط، لكن لنا عودة مع القيادة، مع البداية، مع هملول محسن بن علي بن حمد بن محمد الوهيبي يقدم لنا هملول في البداية، في القيادة متصدر هذه الأسماء، هذه الشعارات. وثاني الأسماء أيضا قادم بكل قوة، مناور مصبح بن يميل بن حمد أرشيدي قادم في ثاني الأسماء. وثالث الشعارات قادم، قادم أيضا القدوم والوصول من ميسور حمد بن عبد الله بن محمد الجحا في قادم بكل قوة في ثالث الأسماء. الله الله يا هذا الشوط. ورابع الأسماء أيضا قادم بكل قوة، أدهم صقر بن هدوب بن سعيد العمري قادم في رابع الأسماء. وخامس الأسماء أيضا قادم بكل قوة، الوصول والتسلل والقدوم من غلب الحدث أحمود بن محمد بن سعيد الحارثي. نداءنا الثاني للخمس الأسماء، الله بالفعل الركض يبقي لحزامة سبوق متعرف الهزيمة، انقلت في الشوط ازدحامة تقودهن مثل الزعيمة، فيها على الكود انصرامة ومرشحة من هيف طيمة. يا سلام يا سلام يا هذه الشعارات، يا هذه الأسماء، يا هذا التحدي ومن هذا المهرجان. الله الله الله، لنا عودة، لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع القيادة الأولى سلالة هملول. في البداية الأولى محسن بن علي بن محمد الوهيبي يقدم لنا هملول في البداية، في القيادة يتصدر هذه الأسماء.
هذه الشعارات والقدوم أيضا في ثاني الأسماء، ثاني الشعارات القدوم الوصول من أدهم صقر بن هدوب بن سعيد العمري قادم في ثاني الأسماء. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث، قادم ميسور حمد بن عبد الله بن محمد القحافي في ثالث الأسماء. ورابع الأسماء أيضا قادم بكل قوة، قادم الوصول من زعفران محسن بن علي بن محمد الوهيبي، قادم في ثالث الأسماء، قادم شاهين علي بن سالم بن عبيد المغري، قادم في رابع الأسماء. انتقل مباشرة إلى المركز الخامس، القدوم من غلب الحدث حمود بن محمد بن سعيد الحارثي. وخامس، لكن لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع القيادة. الله 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 يا هذا التحدي، الله يا هذا الصراع مع البداية والقيادة. أدهم 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 مع البداية صقر بن هدوب بن سعيد العمري يتصدر هذه الأسماء، هذه الشعارات مع البداية والقيادة، أيضا القدوم والوصول والتسلل من ميسور حمد بن عبد الله بن محمد القحافي، قادم بكل قوة في ثاني الأسماء وثالث الأسماء. الله الله يا هذه الثلاثية، القدوم والتسلل من الزاوية الثانية القادم بكل قوة، واصل أيضا القدوم من شاهين علي بن سالم المغيري. الله الله يا هادي الصراع. ورابع الأسماء أيضا الوصول والتسلل من الوصول والقدوم أيضا. الله الله، لكن نعود مع الصدارة، نعود مع البداية، نعود مع القيادة. الله الله، قادم شاهين خميس بن مسلم الزرعي، قادم بكل قوة. الله يا هذا التحدي، يا هذا الصراع. القدوم أيضا من الزاوية الثانية، قادم بكل قوة شاهين أحمد بن سلطان بن إبراهيم البلوش. يا سلام يا سلام، ايضا قادم بكل قوة الوصول والتسلم للبدران، بدران قادم بكل قوة في ثالث الاسماء قادم. لكن لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع ميسور، ميسور ميسور مع القيادة حمد بن عبد الله بن محمد القحافي. يا سلام، الله الله يا هذا العرض، يا هذا التحدي، بدأ يباعد المسافة مع القيادة. الله الله يا هذا الأداء، يا هذا التحدي، ميسور ميسور نحو الناموس، نحو التحدي، نحو التتويج. سلام 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 ميسور حمد بن عبد الله بن محمد القحافي. سلام يا القحافي، سلام يا البطل من ابطال هذا اليوم، ميسور ميسور حمد بن عبد الله بن محمد القحافي. لحظات الوصول الى خط النهايه، معلن الفوز والناموس. المركز الثاني قادم شاهين خميس بن مسلم الزرعي، والمركز الثالث بدران من عم بسالم القروسي في ثالثه الاسماء. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لميسور محمد بن عبد الله بن محمد القحافي على فوز ميسور بهذا الشوط. هكذا مشاهدينا الاعزاء عشنا احداث الشوط الرابع عشر من ضمن الأشواط المقررة في صباح هذا اليوم. شوط حمل لنا التنافس الكبير، وحمل لنا ميسور من استطاع أن ينهي هذا الشوط لصالحه. حامل السلامات والتهاني لمالك حمد بن عبد الله بن محمد القحافي. هذه لحظات وصوله خط النهاية، معلن فوزه بالمركز الأول، 7:56، 16 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن عبد الله بن محمد القحافي ولأهالي ولاية المضيبي على هذا الانتصار الرائع في هذا الصباح الجميل. أما المركز الثاني، وصل شاهين ونافس منافسه قوية
بزمن مقدار 7 دقائق 57 ثانية 94 جزء من الثانية. التهنئة والناموس لخميس بن مسلم الزرعي ولهالي جعلان كافة على الانتصار وحصول شاهين على المركز الثاني. المركز الثالث وصل بدران وقدم عرض كبير بشعار الخروصي 7 دقائق 58 ثانية 24 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمنعم بن سالم سليمان الخروصي على فوز بدران بالمركز الثالث.